And a مساء warm الخير جميعا. معنا في هذه الندوة هي عن موضوع كيف تؤثر مؤسسات الرقابة الوطنية على حوكمة قطاع الأمن. وأنا أعمل في مركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية، وهذه حلقتنا الدراسية الثانية عن موضوع القطاع الأمني وعن الرقابة الوطنية على حوكمة قطاع الأمن. وهي نعرف أن عملية التفكير في القيود التي تفرضها مؤسسات الرقابة الرسمية على قطاع الأمن في تعزيز تنفيذ إطار الاتحاد الأفريقي بشأن إصلاح قطاع الأمن لتسهيل الرقابة الديمقراطية والمدنية على قطاع الأمن، وكذلك كيفية التغلب على التحديات. نتمنى أن تكون هذه الجلسة اليوم ستساعدنا على أن نتمكن من الوصول إلى السبل الفاعلة التي من شأنها أن تعزز مؤسسات الرقابة هذه من أجل تسهيل توفير الأمن الفعال للمواطنين. وقبل أن نبدأ بأهداف هذه الجلسة، دعني أعطي الفرصة للمدير بالنيابة السيد دانيال هابتن للتحدث عن الندوة. مساء الخير لكم جميعاً وصباح الخير أينما كنتم. أشكركم لأنكم اقتطعتم هذا الوقت لتكونوا معنا في هذا المكان، وأنا نائب المدير في مركز الدراسات الاستراتيجية الأفريقي. معنا الكثير من الضيوف وهناك وجوه جديدة. باختصار دعني أعطيكم فكرة عننا. مركزنا تأسس في العام 1999 لتغطية دراسات استراتيجية متعلقة بأفريقيا ولتبادل الأفكار، وتم بتفويض من الكونغرس الأمريكي، وذلك هدفا لتوسيع التفهم والتفاهم بزيادة أفق الحوار وإيجاد حلول استراتيجية. وضمن المركز نحن نظمنا ثلاثة ركائز لتنفيذ مهمتنا، وهي تنظيم العلاقات الدراسية وورشات العمل كما أنتم الآن تقومون به. أيضا هناك القسم البحثي والاتصالات. أرجو أن تذهبوا إلى موقعنا والاطلاع على منشوراتنا وكل ما له علاقة بعملنا، ومكتوبة بعدة لغات وتتحدث عن مواضيع كثيرة، وهي الحقيقة ثروة من المعلومات. أرجوكم أن تطلعوا عليها لأنها تنفعكم في عملكم. والركيزة الثالثة هي موضوع المشاركين والخريجين، وهي عبارة عن إمكانية لتوفير شراكة وتواصل بين كل من عمل معنا، ونريدكم أن تكونوا جزء من عائلة مركزنا، وهذا ما يهمنا، أن نبقى على تواصل مستمر وتبقون أنتم على تواصل معنا. وأنا الحقيقة سعيد بهذه الندوة والتي موضوعها كيف تؤثر مؤسسات الرقابة الوطنية على حوكمة قطاع الأمن، وهو موضوع مهم نركز بشكل كبير على الشفافية والمساءلة، ولأنها جزء لا يتجزأ من أي مؤسسة ويجب أن تكون كذلك. وبهذه الطريقة يمكن أن تحقق المساءلة والشفافية ضمن مؤسسات الحكومية. وسنستمع إلى الكثير من العروض، وبالذات أيضا يهمنا الحوار الذي سيتم. دكتورة كيلي تفضلي. شكرا دان. فيما له علاقة بأهداف هذه
الندوة ما عندنا مشاركين كثيرين، حيث سنقوم بمراجعة الأداء المحتمل والحالي للمفتشين العسكريين ومؤسسات أمناء المظالم والهيئات التشريعية ولجان حقوق الإنسان المستقلة ومكافحة الفساد في تسهيل سيادة القانون والمهنية العسكرية كجزء من عملية أوسع للرقابة الديمقراطية والمدنية على قطاع الأمن، وأيضا التفكير في القيود التي تفرضها مؤسسات الرقابة على قطاع الأمن في تعزيز تنفيذ إطار الاتحاد الأفريقي بشأن إصلاح قطاع الأمن لتسهيل الرقابة الديمقراطية والمدنية على قطاع الأمن. وأيضا سنقوم بمناقشة السبل التي يمكن خلالها للجهات الفاعلة الحكومية والمجتمعية الأفريقية أن تعزز مؤسسات الرقابة هذه من أجل تسهيل توفير الأمن الفعال للمواطنين. وبذلك دعنا الآن أبدأ مع الأساتذة، وهم يأتون من أجزاء مختلفة من القارة، ونحن سعيدين أنهم معنا ليساعدونا بخبراتهم ومعرفتهم. أولا معنا العميد الدكتور دان كوالي الذي عمل في قسم الخدمات القانونية وعمل وهو مختص في القانون الدولي والقانون العلاقات الدولية، وهو زميل في كلية الحكومة لهارفارد، وهو الآن زميل ومشارك في جامعة بنسلفانيا، واليوم سيتحدث بصفته الشخصية وليس بصفته المؤسساتية، وهو أيضا رئيس لجنة القانون الدولي في ملاوي، ويعمل على موضوع مواضيع متعلقة بالمفاوضات ومواضيع كثيرة أخرى، وقد نشر الكثير من المقالات والنواحي الأمنية المرتبطة بأفريقيا. أيضا معنا دكتور أميل أودروغو، وهو أيضا يعمل في مركز الدراسات الاستراتيجية الأفريقي، وهو يعمل في موضوع الحوكمة، وهو جزء من ضمن شبكة القطاع الأمني الأفريقي، ويعمل قبل أن يلتحق بمركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية عمل في الجامعة الأمريكية، وأيضا كان وزير الأمن في بوركينا فاسو، وعمل أيضا في الخدمات العسكرية وتقاعد كعقيد، وأيضا كان يساعد القادة والآمرين في موضوع الأركان والاستخبارات العسكرية، وهو يعمل في كثير من المجالات السياسية واللجان الدبلوماسية. نحن سعيدين بوجود كلا الأستاذين معنا، ويسعدنا أنهم سيشاركونا بخبراتهم. نبتدئ هذه الجلسة. نبتدئ أولا، أنه تعرفون كثير من المشاهدين هي مشاركين معنا من خلفيات مختلفة، ونحن نريد أن نعمل من خلال هذه الندوة على أن نركز على أن يكون إطار العمل بشأن إصلاح القطاع الأمني. والآن دكتور كوالي، هل لك أن توضح كيف تهدف مؤسسات الرقابة المختلفة داخل قطاع الأمن والفرع التنفيذي أي هيئات التفتيش ومكتب التظلمات إلى تعزيز سيادة القانون، ولماذا يهتم مسؤولو قطاع الأمن بتعزيزها؟ شكرا دكتورة كيلي لهذا السؤال، وتحياتي لكل زملائي للمشاركة في هذه الندوة. أنا دان كوالي، وقبل الإجابة على سؤالك دعني أوضح بعض الشيء حول مفهوم القطاع الأمني وإصلاحاته.
وحوكمته، لأنه عادة هذين المعنيين يستخدمان بالتبادل ولكنهم لا يعنون نفس المعنى، لذلك أردت التوضيح. فبداية، حوكمة القطاع الأمني كما يعرفون زملائي في الغرفة هو يعمل على هيكلية من شأنها تنفيذ التوصيات الأمنية، بينما الإصلاحات الأمنية هي من شأنها تعزيز القطاع الأمني وليكون هناك كفاءة في توفير الأمن ضمن شروط معينة وضمن سيطرة ديمقراطية. ف بالنسبة لتبسيط المواضيع، هدف الإصلاحات الأمنية هو لتحويل وتحقيق حوكمة جيدة للقطاع الأمني. أيضا هناك نقطة مهمة يجب أن نكون عارفين بها، أن إصلاحات القطاع الأمني حسب رأيي لا تنطبق فقط على، وإنما تنطبق على موضوع الدول المتحولة والنامية وحتى المتطورة. العملية بحاجة لها جميع البلدان. ف يعني التحول من إلى موضوع أمني أكبر وأوسع من شأنه توفير الأمن للناس جميعا وتحقيق المتطلعات الإنسانية. فبالإضافة للإجابة على سؤالك، فعمليات إصلاح القطاع الأمني تتطلب بأن يكون القطاع الأمني أن يستجيب لنفس قواعد الحوكمة الجيدة حاله حال باقي القطاعات العامة الأخرى، وذلك باحترام سيادة القانون. وطبعا القطاع الأمني يعمل في تحقيق الأمن وضبط الجهات الأخرى ضمن المجتمع، وبالتالي هو يجب يكون أكثرها التزاما بالقانون. والقطاع الأمني يتألف من عدة من أربعة مجموعات. المجموعة الأولى اللي هم أولهم الاحترافيون، الشرطة والجندرمة والجيش. الفئة الثانية الإدارة الأمنية، وهي تضمن وزارة الدفاع وبعض الأحيان وزارة الشؤون الداخلية والإدارة المالية ولجنة الشكاوي العامة. وأيضا الجهة الرابعة هي مؤسسات العدالة وتنفيذ القانون، جهة الادعاء والقضاء وغيرها. والرابعة كما ذكرنا، نعرف بأنه في أغلب بلداننا عندنا قطاعات أيضا أمنية خاصة، وهذه فئة موجودة في أغلب بلدان العالم كلاعب في مجال القوى الأمنية. القطاع الأمني يجب أن يكون عليه إشراف عليه، والسبب لأننا نحتاج لأن يكون هناك مساءلة ومحاسبة، وأيضا يكون هناك احترافية وفعالية، لأنه نعرف متطلبات التقنية لهذا القطاع الأمني لأن يكون ضمن أصول، يعمل ضمن الأصول والمتطلبات. في أغلب بلدان الأفريقية اليوم عندهم مكتب المفتش العام، وليس من الشائع في أغلب بلدان الأفريقية أن يكون هناك مسؤولية التظلمات. مثلا في ملاوي ترى بأن الشرطة هناك عندها مكتب ما يسمى لجنة الشكاوي المستقلة، وهي تعمل كهيئة مظالم. ونحن عندنا مكاتب مشابهة في بلدان أفريقيا الأخرى، وهي مسؤولة عن تلقي الشكاوي والتظلمات ضد القطاع الأمني.
فقد يكون من المهم بالنسبة للقطاعات الأمنية أن يكون هناك جهات إشرافية مثل هيئات مكافحة الفساد وغيرها من المؤسسات التي تساعد على تحسين كفاءة هذه المؤسسات. فعندما يكون هناك مؤسسة تكون عرضة للرقابة والتدقيق، ويجب على الطرف الآخر أن يكون تعطى هذه المؤسسات المخصصات اللازمة التي من شأنها أن تساعدها في تنفيذ أعمالها، وبالتالي عندما نأتي للمساءلة والمحاسبة نكون نعرف مسبقا بأنها مبادئ الأساسية قد كانت متوفرة، وأننا يجب أن ممكن أن نطبق عمليات التدقيق بشكل صحيح ومتناغم. الأمن، كيت أشكرك لأنك أعطيتني هذه الفرصة ولا أريد أن أطيل في الإجابة. شكرا جنرال كوالي. وهذا مقدمة عن الموضوع، والآن أتحدث مع أميل، وحيث أن كلاكما عملتم في البرلمان والقوات الأمنية وفي مجال الإشراف القانوني. دكتور أميل، هل لك كان أن تعمل على بناء على خبراتك وأبحاثك، ما هي أهم نقطة قوة وأهم نقطتي ضعف لهيئات التفتيش ومؤسسات أمناء المظالم في تعزيز مسائل قطاع الأمن أمام المواطنين في منطقة الجنوب الأمني، وأنت كمؤسسة تعمل إشرافية، كيف يمكن أن تحدثنا عن طبيعة عملك؟ وسيكون من الجيد القيام بذلك لو سمحت. أشكرك لهذه المقدمة، وأنا يسعدني أن أتحدث عن هذا الموضوع. إنه من دواعي سروري أن أشارك معكم في هذه الندوة، وكما طلب مني أن أجيب على هذين السؤالين، على السؤال ولكن له ثلاثة جوانب. الجانب الأول أنني سأتحدث عن الإشراف البرلماني لتعزيز سيادة القانون والحوكمة، وهذا سيقودني إلى أن أتحدث عن فعاليات البرلمانيين، وأخيرا سأتحدث عن العلاقة بين البرلمان والفرع التنفيذي فيما له علاقة بالجهة الأمنية. فأولا سأقول أنه المؤسسات التي تشرف وذات آلية إشرافية في أي بلد في أفريقيا هي تعتبر العمود الرئيسي للديمقراطية، لأنها تقوي سيادة القانون والأفعال الديمقراطية ضد الحكومات السيئة أو التصرفات الحكومية السيئة التي تحدثنا عنها. وأنا بالنسبة لي الدولة التي ليس عندها إشراف ديمقراطي ليست جيدة، لأنه الإشراف الديمقراطي على القطاع الأمني من قبل البرلمان، وهو يعتبر من صميم مشاطرة القوى بين فروع الحكومة المشتركة. ونريد أن نقيس كيف أنه يمكن للديمقراطيات المندمجة أن تعمل، وبالذات في بلدان الأفريقية. كلما تكون الرقابة الديمقراطية فعالة أكثر، فالحكم الدور القانون والديمقراطية تحصل وتكون مغروسة في جذور هذا البلد. عندما ترى بلد فيها تفتقر إلى الرقابة الديمقراطية، ففي هذه الحالات
ترى بأن في هذه البلدان هنالك الكثير من المشاكل، وهذا كلها تعود إلى الحكم الغير جيد السيء. فموضوع اليوم مهم جدا، ولما يتمحور فيه حوله الفكرة، فسنحاول في هذا اليوم أن نغوص في عمق هذا الماضي. الجانب الثاني من سؤالك حول أدوار المشرعين ضمن القطاع الأمني من أجل تقوية وتحسين أداء الحكم، أعتقد أنه دور القانون في البلد هي المسؤولية المشتركة ما بين القوى الثلاثة الموجودة في أي بلد، ما بين التشريع والتنفيذي والقضائي في البلد. فعلينا أن نتذكر دائما بأنه التطبيق والتنفيذ هو الدور الرئاسي التنفيذي من الحكومة، لكن مع ذلك البرلمان التشريع عليها أن تسائل وتراقب أدوار وأفعال الرئيس، فهذه هي الطريقة الديمقراطية. فهذا من أجل ترسيخ الحكم الرشيد أسسها سيادة القانون والإطار القانوني من أجل المحافظة على حقوق الإنسان. الدور الذي يعطى للبرلمان الذي سألتي عادة هي دوره الرئيسي التشريع حول القوانين المربوطة بالقضايا الأمنية، التحقيقات، الزيارات في الميدانية، والتطلع إلى جلسات المنظومة الأمنية من أجل تقوية الشفافية أيضا. كما تعلمون أن الدفاع ومفوضية مجلس الأمن والدفاع الموجود في البرلمان هذا دورها طبعا. فالإشراف البرلماني تعني تأمين أن آليات الحكومة وموارد الحكومة تدار بشكل جيد، حيث الأفراد يقومون بواجباتهم بنزاهة، وإذا كان في مشاكل تحل عادة، والذين يقومون بأفعال سيئة يحاسبوا، وهذا من أجل تأمين أن القطاع مؤسسات القطاع الأمني تعمل في من أجل مصلحة البلد وتحمي البلد من المخاطر الخارجية. ثالثا التعاون العمل في القطاعات الأمنية والحكومية العامة تحتاج إلى بعضها البعض من أجل إدارة البلد، يعني يمكنها أن تكون جهات معارضة. من أجل هذا يجب أن يقوموا بالعمل وفق حوار مفتوح، تعمل على الثقة المتبادلة، وأن يؤسسوا التعاون المتبادل، وأن يكون لهم الرغبة في العمل مع بعضهم البعض. البرلمانيين والقطاع الأمني هم حلقات ربط في سلسلة متواصلة ويقوون ديمقراطية بالعمل مع بعض. أأمل أن هذا جاوبت على السؤال يا كيلي. شكرا يا أميل، سألتك سؤال وأعطيتنا جواب ممتاز في الدقائق الستة. أود أن أظل معك يا دكتور أميل لأطرح عليك سؤال ثاني. دكتور أميل أيضا مؤلف تقوية المهنية الأمنية والتي نشر قبل سنوات، قبل كم سنة، ووفق ما كتبته أنك أعطيتنا كتابيا بشكل دراسي وموجود على موقعنا هذه المقالة الدراسية. حبيت أن أسألك يا دكتور أميل، ما هي الدروس الثلاثة الأهم التي تعلمتها من تجاربك، ودور القوات المسلحة والمفتشين في القطاعات الأمنية في موضوع الرقابة على القطاع الأمني في الحكومة؟ فإذا تعطينا كم دقيقة وتعطينا أهم التوصيات من جانبك نكون مشكورين. شكرا دكتور كيلي. أأمل صار في قطاع كهربائي عندنا، فأأمل أنكم
تكون قادرا على أن تسمع صوتي. فنظل مع السؤال التي طرحتيها علي. فآلية الإشراف أو الرقابة التي وفق القوانين والبنود التي تشرع هي التي هي الآليات الإدارة والحكم. عندما نشر مقالتي في 2014، طبعا هذا كم سنة، وأعتقد يجب تجديدها وإعادة كتابتها وفق المستجدات فيما يتعلق بالقضايا الأمنية والمسلحة في أفريقيا، تحدثت عن الخدمات الرقابية والإشراف البرلماني في المقالة والمفاوضين. قبل التحدث عن الدروس التي تعلمتها، سأعود وأراجع بعض النقاط التي مكتوبة في هذا المقابلة. في قطاعات الرقابة المفتشين يعني، فالذين في أفريقيا عامة لا يعملون بكثرة بصراحة، وهي عادة تكون داخلية ذاتية في داخل المنظومات والآليات الأمنية الموجودة في داخل هياكل الوزارات. فإذا نظرت إلى آلية هيئات الدوائر الوزارات ترى فيها جهة رقابة أو تفتيش، والفكرة فيها التأكيد على أدوار والواجبات التي لها يعني لها ربط بالجانب التنفيذي والمالي الأمني والقوات المسلحة وما إلى ذلك. فدورها المفترض هي أن تعمل وتلعب دورها في الاستراتيجيات الوطنية أيضا من أجل تأمين الإدارة الجيدة للوزارة. لكن مع الأسف علينا أن نعترف بأن هذه في بلداننا هذه الدوائر غير فعالة بصراحة، فكثيرا ما هي هيئة شكلية، وعادة يجب أن يعنون تحت عنوان حسب التصاميم الحديثة والمعاصرة، وكثيرا ما هي فقط موقع، مقعد، وظيفة، ناس يوضع في هذا الوظيفة لقضاء الوقت. الكثير من المفتشين في القوات المسلحة عادة هم ضباط أركان سابقين متقاعدين مثلا، والمفتش ضمن الوزارة. أنا عندما أنا كنت وزير الأمن كان عفوا الوزير السابق الأمني لنا كان مدير الشرطة العامة، فهذه الوظائف العالية عندما تضعهم ضمن هذا الإطار الوظيفي أو الدوري في الرقابة والإشراف يمكنك أن تفهم إنها غير صالحة من ناحية العمل والكفاءة، لأنهم يكتشفون ويدركون أن هذه الآليات التفتيشية والرقابية لا تعمل بشكل جيد. فبصراحة كونوا وخلقوا هيئة ودائرة تكون تحت إشراف الرئيس نفسه، رئيس الدولة عادة. فهنالك التقرير ترفع إلى الرئيس ووزير الدفاع، وهذا بعد ما اكتشفنا أن هذه التقارير التفتيشية والرقابية لم تجسد الواقع، وإنما عبارة عن تقارير مختصرة ولم تنجز بشكل جيد. من ناحية المفتشين الأفراد الذين يقومون بالتفتيشات التي دورها تأمين دور الحكومات وتأسيس وإدارة حكم القانون، علي أن أقول بصراحة بأن هذه التفتيشات لا تجسد واقع بلداننا. نرى كثيرا هنالك افتقار إلى الضوابط والتنسيق ما بين الهيئات المختلفة. في بعض الأحيان يعني يقومون بمنع بعضهم البعض أو يتصارعون مع بعضهم، والتي تؤدي إلى مرات إلى أنواع الفساد. وكثيرا ما هذه التقارير وهذه التي على عاتق هذه المفتشين تفتقر إلى المضمون، وهذه النشاطات السنوية وتقاريرها كثيرا ما لا تستعمل. في
كثيرا ما لا لا تطبق أو لا ينفذ توصياتها، وكثيرا ما الناس في بعض الأحيان الذين يخاصمون عفوا الذين هم يقاومون ويكافحون ضد الفساد كثيرا ما يعاقبون. لكن ما هو مهم بصراحة هو الإشراف البرلماني، فمن المهم أن نقول أنه البرلمان إشراف البرلماني أو التشريعي والرئاسة التشريعية يظل العمود الراسخ للديمقراطية. فلديك برلمانات سكتون هذه الهيئات مع الأسف، وكثيرا ما البرلمانات في هذه البلدان يقومون بإسكات أو يسكتوا عفوا، وكثيرا ما يستعملون حجة أن هذا الموضوع سري لا يمكن الإفشاء بها ولا يمكن الإباحة بهذا لأنها قضايا سرية. وبهذا الحجة نأمل على أن نحسن هذه الأوضاع. لذلك علينا بشكل مطلق أن نضغط على هذه أو نستمد من هذه الدروس التي نتعلم منها، وأن نعتمد على الأسس العسكرية حول المسائل العسكرية التي أو مرات حتى الأفراد المدنيين يمكنهم أن يعملوا القضايا المدنية، لكن الكثير فحسب التخصص. أعتقد إنه يجب أن يكون في إطار قانوني أو إشارة أو سماح قانوني لهذه الأفعال التي هي من أجل مصلحة البلد. ودور البرلمان الإشراف ما علينا أن نأخذه من هذا إنه كل المشرعين الدول الأفريقية أن يكون لديهم رسالة، لكن لماذا لا ينفذون رسالتهم؟ أعتقد المنتدى ذكرت أنه هدف هذا أن الهدف أنه هذا الهدف هي الخط الدفاعي الأخير الباقي من أجل تحسين الحكومات وتجنب الشلل التي هي متفشية. ومن أجل هذا البرلمانيين عليهم أن كما نقول يعني يكون لديهم النقاط الثلاثة الرئيسية: القدرة والصلاحية والروحية المناسبة. لأن القدرة الذين يقومون بأفعالهم التشريعية أن يكون لديهم القدرة أن يكون لهم الصلاحية أيضا، وهي أيضا يقوموا بالرقابة الجيدة، هل لديهم النفسية الجيدة والصالحة لهم أم لا. فأنا أؤمن بأن بطريقة أو ما يمكن أن نتعلمه أحد الدروس هي أن نقوي الحكومات، علينا أن نقوي أيضا وأن نضغط على الجانب العسكري على القارة الأفريقية. هنالك حالات متعددة من عدم الكفاءة في العمل، وعندما نقرأ هذه الوثيقة علينا أن نكون حريصين بأن العدالة العسكرية تتبع القواعد الصحيحة، مثلا الإجراءات العقوبية أن تطبق بشكل جيد، والتي يجب عليها أن تكون قادرة على أن تلبي المتطلبات العدالة العسكرية. ونحتاج أيضا أن نقوي ال
قواعد الإجراء وأن نقوي التعليم الوطني كي نؤمن بأن الإجراءات الأسس العسكرية تتبع القواعد. فهنالك تحديات لهذا طبعا، فهي مهم أن يكون في تدريب وتعليم متواصل وأن نتجنب الإساءات التي قد تحصل في أي مكان في القارة الأفريقية. فنحن لدينا تساؤل أو تحير مرات حول كيف نتعامل مع جندي اعتقل وعذب من قبل المتمردين، فنحن هي كيف نتعامل مع صيغة من هذا النوع؟ وهذا لا تشرح كل أنواع العنف التي تحصل على القارة. شكرا. بالتأكيد. شكرا على إعطائك لنا بالتوصيات. فنعم، ورقة 2014 والتوصيات التي كتبتها فيها ممتازة، وأكيد سنعود إليها أثناء الأسئلة والأجوبة بعد ساعة. شكرا. سأعود إلى اللغة الإنجليزية لأن الدكتور كوالي السؤالين القادمين له، وأرى أنه المشاركين بدأوا يطرحون الأسئلة ويكتبونها بشكل نصي في الدردشة، سنجمعها لاحقا لكي تطرح في الساعة الأخيرة. فدكتور كوالي، دعني أعود إليك. اعتمادا على خبرتك وبحوثك، ماذا تعتقد هي أكبر قوتي قوة وأهم قوتي نقطتي ضعف في القضايا الأمنية والعسكرية؟ ويمكنك أن تستعين بالأمثلة التي أعطاها زميلك. وأحب أن أسمع أيضا حول كيف حقوق الإنسان ومفوضيات مكافحة الفساد من المفوضيات الموجودة في البلدان يمكنها أن تقوي موضوع الرقابة الحكومية وتحسين العلاقات ما بين الأمن والجيش والمواطنين. يمكنك أن تعطينا وجهة نظرك حول المسألة. لا عفوا، شكرا. شكرا للسؤال. سأعطيك النقاط الخمسة الرئيسية من جوانب القوة، لكن دعوني أبدأ بأهم النقطتين ضعف. فأولا، بوجهة نظري فنحتاج إلى كفاءات ومهارات خاصة في الجوانب التخصصية المعينة، خاصة بالنسبة لتعقيدات وخصوصيات الجانب الأمني والدفاعي. ثانيا، الافتقار إلى الفهم حول موضوع سيطرة الشعب على الحكومة، خاصة جوانب ما تعنيه السيطرة. وهنالك احتياج إلى وعي أكثر وتدريب مهارات في هذا المجال. في ملاوي مثلا، نقاط القوة الرئيسية هي موضوع وجود إطار العمل لموضوع الرقابة البرلمانية والشعبية على هذه القطاعات الأمنية، أن ندعي المجتمع المدني ومجانب الرقابة والانتقاد والنظر بتمعن إلى ما تفعله القطاع الأمني. وأهم من هذا الدخول ودور موضوع الجانب القضائي. فالمحاكم العليا في ملاوي أعطي إليها قضايا وجوانب بدون حدود من ناحية الصلاحية، ويتعلق بشؤون وقضايا بعشراتها في موضوع التفاعلات الحكومية مع الدولة. فأنا من أعمل في الجانب الرقابي بالبرلمان، مثل ما قال زميلي الدكتور أميل، فحقوق الإنسان ومكافحة الفساد هي مؤسسات رئيسية وجوهرية في موضوع الرقابة على الجانب الأمني. أهميتها تقع في جانب وتحت رحمة القابلية للانتقاد والشفافية لتحسين القطاعات الأمنية والأمنية. لكن مع ذلك الجانب السلبي في هذا كله التي لاحظته أن هذه الآليات الرقابية عادة رد فعلية
بدل أن تكون مبادرة. كثيرا ما يأتون ويدخلون إلى صورة بعد حصول الحوادث، إلى يسبقون الأحداث. فأنا أعتقد أنه هذه الهيئات البرلمانية خاصة أن يكون لديها مبادرات تسبق الأحداث، وهذا كله تعتمد على نسبة وعيهم وقدراتهم استمادا إلى تدريباتهم، وهذا كلها تعود إلى الرغبات الفعلية للدولة ومصادرها وقدراتها. طبعا لهذه الهيئات يجب أن يكون لديها تمويل كافي لدعمها وجعلها قادرة على العمل. فالجانب الأمني والإشراف المؤسسات ليسوا جهات متعارضة مثل ما قال زميلي أمير، فلهم ليسوا أعداء، ولكن إنما عبارة عن جانبين لآلية واحدة هدفها خدمة وحماية المجتمع. لذلك يجب أن يكون لديهم علاقة عمل جيدة وصالحة. هذا يجب أن تكون مذكورة بالرسالة الأكبر والأوسع الوطني لموضوع الحماية والخدمة. فالبلدان التي تحترم الديمقراطية وسيادة القانون عادة تكون أحسن في هذه الأوضاع. الهيئات العاملة على هذا لن تقوي فقط الجانب الأمني، وإنما ستقوي كل الجوانب الأخرى في البلد. فالاستراتيجية الأمنية الوطنية في وجهة نظري يجب أن تكون متراصفة مع هيئات التطوير والتنمية الموجودة في البلد أيضا. أنا أرى أن سياسية الاتحاد الأوروبي حول موضوع الإصلاح الأمن الوطني تركز بقوة على النقطة أنه يجب أن تكون كل هذه الجوانب غير متعارضة في موضوع التنمية والتطور في البلد. أمل أن هذا جاوبت على الأسئلة. نعم، شكرا. شكرا دكتور كوالي. أود أن أسألك سؤال آخر، ونعود إلى القطاع الأمني في أفريقيا والذي يوصي بإجراءات تدقيقية على المواقع. أنا أعرف أنه عندك خبرة في ملاوي في القطاع الأمني، هل لك أن تشرح كيف تتم عمليات التدقيق وما هي الدروس المستقاة من الخطوات التي يمكن اتباعها لتقوية الاحترافية العسكرية وباقي قوات الأمن؟ شكرا دكتور كلي. عندي 3 نقاط. أولها، الاتحاد الأفريقي ركز على إصلاحات القطاع الأمني. نحن أيضا لا يجب أن نفقد التركيز عن حوكمة القطاع الأمني، لأنه نعرف عملية الإصلاح مهمة، ولكن هي جزءان أحدهما لا يتجزأ عن الآخر. وإطار العمل الذي تبناه الاتحاد الأفريقي في مجال الإصلاح الأمني هو يشمل نقاط مهمة، حيث هناك تركيز على الإصلاحات في الحوكمة ليس فقط في قطاع الأمني وإنما في السلطات المدنية. وموريس جينيفورد وسان هاميلتون أنه العملية تسير باتجاهين. لا يمكن أن تتوقع للقطاع الأمني أن يكون أمني إذا كان لم يكن هناك فهم كافي في الجهة المدنية لدورها وأهمية دور عمل القطاع الأمني. النقطة الثانية أنه لا يمكن أن يتم هذا العمل في ظل ظروف غير طبيعية ويكون هناك شكوك وعدم تعاون، وإنما يجب أن يكون هناك إجراءات يعمل بها وتعاون بين الأطراف، ويجب أن يكون هناك خطوط توجيهية للسير عليها مسبقاً وتكون واضحة في تحديد مسيرة التدقيق. والتدقيق يمكن أن يوفر آلية للردع. ثالثاً، التدقيق لا يجب أن يكون محدوداً لمؤسسات معينة، وإنما يتعدى الإجراءات
إلى الآلات والمعدات المستخدمة في، لأننا نعرف أن أهمية تكامل هذين الطرفين مع بعضهما. على سبيل المثال، المعدات التي تؤدي أثر على كفاءة الضباط والعاملين في هذا المجال، وعمليات إجراء تسجيل القوى الأمنية للانخراط في هذا السلك، يجب أن تكون هناك مراجعة كافية لها. ويجب أقول، ومن خلال تجاربنا على مدى السنتين الماضيتين في تدريبات القطاع الأمني، أقترح أنه كل شخص في المراتب يجب أن يتمتع بالاحترافية، ويكون عنده فكرة كافية عن حوكمة القطاع الأمني. في رأيي، هذه عناصر مهمة لتأكد من توفر الاحترافية ووجود الأخلاقيات اللازمة لأداء هذا النوع من العمل. شكراً لطرح هذه النقاط، كلها نقاط مهمة جداً، وبالذات للضباط الصغار وللقادة أيضاً في القطاع الأمني. شكراً لملاحظاتك. أعود إلى الدكتور أميل لسؤال أخير، وكثير من الناس هنا يسألون عنه. أنت تعرف في خلال بحوثك أنه بعد موضوع سيادة القانون متعلقة بالتجارب السابقة، يعني إصلاح القطاع الأمني من الاتحاد الأفريقي، وبإجراء مراجعات منتظمة لآليات الرقابة الرسمية قائمة على دولة القطاع الأمني. وسؤالنا، ما كانت تجربتك الشخصية وتجربة ملاوي في هذا المجال؟ كيف تجري مثل هذه المراجعات؟ فأنت أوصيت عملية إعادة تنظيم هيكلية القطاع الأمني لتتعامل بشكل كفؤ أكثر مع التهديدات، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تحسين كفاءة هذه المؤسسات و أعمالها. بظل كل هذه المعلومات، هل لك أن تعطينا وبسرعة مثال عن أنه كيف عملية إعادة تنظيم القطاع الأمني تحصل في القارة، وكيف أن تطوير استراتيجيات وتنفيذها سيؤثر على حوكمة القطاع الأمني بشكل أفضل في أفريقيا؟ أشكرك دكتورة كيري، وأرى أن سؤالك مؤلف من عدة أجزاء، وعلي أن أعطي لمحة ومختصر عما يجري من خلال الورقة التي تقدمت بها ونشرتها. وأود أن أتحدث عن الحاجة لتطوير استراتيجية لمواجهة التحديات الناشئة، وكيف يمكن لهذه الاستراتيجية الأمن الوطنية أن تساعد في حوكمة أفضل، وتساعد القطاع الأمني بشكل أفضل، وتساعد في سيادة القانون. فدعني أتحدث عن الفحوى هنا، لأننا علينا تقييم الموقف. مركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية، ومن خلال برامجه في تطوير استراتيجيات الأمن القومي، هناك كانت دراسة تم تنفيذها في العام 2018، وهي كانت عن بوركينا فاسو وليبيريا ومالي ومدغشقر ونيجيريا والسنغال وجنوب السودان وجنوب أفريقيا وبوتسوانا. هذه الدراسة كانت معنية بمراجعة كل استراتيجيات الأمنية لكل هذه البلاد وما يجب فعله في المستقبل. فالنقطة التي تم طرحها من خلال هذه الدراسة،
أنه أغلب البلدان في أفريقيا ليس لديها رؤية عامة للموضوع الأمني أو شاملة، وهذا يسمح لوجود هذه اللمح عدم وجودها يكون عملية صعبة في مواجهة التحديات. وفي تلك الدراسة أنه لم يكن هناك ثبات بين استراتيجيات المعمول بها بين البلدان، ولم يكن هناك ثبات في التعامل بين مختلف فروع الحكومة. كل فرع من فروع الحكومة وضع استراتيجيته الخاصة دون تعاون وتنسيق مع فروع الحكومة الأخرى، وهذا يعني أن هناك الكثير من المخاطر لم تؤخذ في الحسبان، وبالتالي يؤثر على الأمن بشكل عام. وأيضا لاحظنا بأن هناك البلدان بالنسبة لهم موضوع الأمن هو أمن الدولة أولا، ويجب لكن أن يضاف أيضا إليها أمن الشعب أو السكان. فمن المهم بالنسبة للدلوان البلدان الأفريقية أن تطور استراتيجيات أن تأخذ بالحسبان أمن الدولة وأمن الشعب بشكل عام، وهذا مركزت عليه تلك الدراسة. هذه الدراسة موجودة على موقع المركز الأفريقي للدراسات الأفريقية للدراسات الاستراتيجية عفوا. بعد العام 2018 كثير من العديد من بلدان أفريقيا، وهذا خبر جيد، قررت هذه البلدان أن تضع استراتيجيات أمنية وطنية، ومنها السنغال والنيجر وبوركينا فاسو وبوتسوانا على وشك إدمان ذلك، وغانا نشرت للتو استراتيجيات الأمن القومي، وكذلك نيجيريا كان عندها في العام 2014 واحدة وعدلوها مؤخرا. وهذه الاستراتيجيات توفر رؤية شمولية لكل هذه المواضيع التي تحدثنا عنها. فهذه الرؤى هي من شأنها التنسيق بين كل هذه الاستراتيجيات وهذه الأجزاء المهمة لأن تكون ضمن الاستراتيجية الوطنية، لتكون هناك إدارة فعالة للموارد الوطنية، وبالتالي تحسين الحوكمة وسيادة القانون في هذه البلدان وبالذات في القطاع الأمني. وأيضا هناك الشمولية لكل الأطراف، وهذا يعني أن كل أجزاء السكان أو الشعب يؤخذون بالحسبان عند تطوير هذه الاستراتيجيات. والجدل المتعلق بأنه ما هو النوع الأمن الذي نحتاجه لبلادنا، أمن الدولة، أمن الشعب، أمن المؤسسات، فطبعا الأفضل أن يكون الشمولية في هذه النظرة الاستراتيجية للأمن وكل مؤسسات وأجزاء المجتمع. نحن نعرف أنه النزاعات في أفريقيا متفاوتة ومختلفة، وهي ليست في بين الدول مع بعضها البعض، وإنما أيضا في داخل الدول. فهذه التهديدات الناشئة يجب أن تؤخذ بالحسبان إبان تطوير هذه الاستراتيجيات الجديدة، وأن يكون هناك شفافية، لأن هذه الاستراتيجيات تؤكد وتركز بشكل كبير على موضوع الشفافية والحوكمة الصحيحة، وهذا يساعدنا في تجنب النزاعات بشكل كبير والتعامل معها بشكل صحيح، وأن يكون هناك إشراف استراتيجي يسمح للدول بأن تتوقع ويكون عندها القدرة على التوقع
ومرونة في التعامل مع كل هذه التحديات. فإذا نظرنا إلى البيئة الدولية، نعرف أنه ليس هناك أي دولة ممكن أن تعيش بمعزل 100% عن الدول الأخرى، وسيادة القانون والأدوات الدولية الموجودة بين يدينا لمساعدتنا في تنفيذ هذه الأهداف يجب أن تعمل كلها بشكل متناغم. وفي الختام أركز على موضوع زيادة القدرات وزيادة قدرة الدولة على توقع المخاطر، هي أفضل وسيلة للتعامل مع هذه المشاكل والمخاطر ذاتها. واستراتيجيات الأمن الوطني والقومي يجب أن تركز بشكل كبير على موضوع الحوكمة الجيدة وسيادة القانون، وأن تركز على أمن كل الجهات، الدولة والشعب والمؤسسات وغيره. فهذا يسمح لنا أن نركز على التحديات والمخاطر التي نواجهها، وبالتالي أن يكون هناك كفاءة مؤسساتية ويمكن تنفيذ عملنا ضمن الإطار القانوني وضمن الدستور وتحت سيادة القانون. شكرا دكتور أميل، وهذا كان فعلا حديث شيق بيننا نحن الثلاثة، ونحن نعطي فرصة ونتلقي الأسئلة من المشاركين. أعطي كل منكم مجموعة من الأسئلة، بقي عندنا 17 دقيقة، وأرجو أن تجيبوا على الأسئلة قدر الإمكان كما تشاءون وباختصار. سأعطيكم 5. أولاً، السؤال الأول، أحد السائلين قال أن بلدي في سيريون المجلس الدفاعي مع عائد للرئيس، ومكان الأمن الداخلي مع الوزير. كيف يمكن أن نسق بين عمليات أجهزة الدولة المختلفة وبين المستويات المختلفة، وكيف يمكن لدور البرلمان أن يكون أكثر فعالية في الإشراف على كل هذه، وكيف أنه هناك السيطرة التنفيذية، وكيف يمكن أن تؤثر على دور البرلمان في عمله الإشرافي؟ السؤال الثاني مرتبط بالسيطرة التنفيذية، حيث يقول أن السيطرة التنفيذية مهمة في آليات تنفيذ الأمن، وكيف يمكن هذا أن يساعد في عملية صنع القرار والتأثير على سيادة القانون وأثرها على الأحزاب السياسية ودور الأحزاب السياسية في هذه الإجراءات والسيطرة، وفي ظل وجود سيطرة للفرع التنفيذي، هل لك تعليق على دور الأحزاب السياسية وما يمكن أن تلعبه في هذا السياق؟ السؤال الثالث عن موضوع التمييز بين السلطة. أنا ضاع مني سؤال، هل هناك فرق بين السيطرة العسكرية والسيطرة المدنية على القطاع الأمني؟ البعض يفضل أن يكون هناك سيطرة مدنية على القطاع الأمني، وبالذات في القطاع الداخلي للدولة، والخارجي يكون من مسؤولية القطاع العسكري والحكومي. وأريد سؤال آخر عن توفير أمثلة لموضوع الساحات الأمنية ودورها ودور السلطات، ومن مختص من السلطات المدنية وغيرها في السيطرة على وتحسين الأمور. السؤال
كيف يمكن أن نشرح عدم وجود أداء في بلدان الساحل فيما له بموضوع القوى الأمنية، وخبرتكم في هذا المجال؟ أي منكم لو سمحتم يجيب على هذه الأسئلة. سؤال عن سيريون وسيطرة الفرع التنفيذي عن بعض الخدمات، والآخر عن دور المجلس التشريعي، والآخر يتحدث عن تقاسم عن السلطة، الدور المدني من يجب أن يكون دوره، وما هو دور الدور العسكري، وأيضا عن دور السلطات التشريعية كما ذكرنا. دعنا نركز على شكرا دكتور كيلي. أود رغبت أن أعطي زميلي الكريم دكتور أميل بسبب مقامه، لكن سأذهب بالترتيب التي أنت أعطيتها. نعم، سأبدأ بالسؤال الأبسط، هي أنه فيما إذا كان هنالك فارق ما بين الإدارة المدنية أو الإدارة الوطنية. في البداية عندما طلب من الإدارة المدنية للقوات المسلحة، أعتقد جوهر فكرة الإدارة المدنية للقوات المسلحة هي من أجل ترسيخ القيم الديمقراطية. فالنظرية تغيرت مع الوقت نحو السيطرة الديمقراطية للجيش. عندما يتعلق الموضوع بالجيش، فهم لا يشملون الشرطة أو الفروع الأمنية الأخرى. فالفكرة هنا اليوم أنه السيطرة المدنية الديمقراطية للقطاع الأمني العام هو ما هو مهم. فالإدارة المدنية والأفراد المدنيين هي نفس الشيء، لكن الطريقة الصحيحة هي السيطرة الديمقراطية للقطاع الأمني. كما تعلمون، الفكرة فيها أن القرارات المهمة حول استعمال القوة، القرارات المهمة حول القضايا الأمنية الوطنية يجب أن يجرى من جانب المناخبين. عادة أولئك الأفراد لا ينتخبوا، وإنما يعينوا من قبل القادة السياسيين. فتريد الأفكار أن يجرى من قبل الأفراد المدنيين في هذا المجال. ودعوني أجاب أيضا على حول موضوع السيطرة التنفيذية. جوهر، أين تضع الرئيس ونائب الرئيس في مقاماتهم في موضوع اتخاذ القرار؟ فهي تعتمد على ما هي نص القانون. فالجانب السلبي من هذا مرات هي تفقد جانب الفصل ما بين القوى، لأنك تخلط ما بين الجانب التنفيذي والتشريعي، لأنه تفقد جهة تراقب الثاني أو تضغط على الثاني عندما تمزج وتخلط الأدوار. ومرة أخرى هي تعارض مثل ما قلت الفصل في القوى، التي هي الغاية التي منها هي المحاسبة والمتابعة. من ناحية الأحزاب السياسية، إن كان لها الكلمة في موضوع الإصلاح الأمني والاستراتيجية الوطنية، فجواب القصير هي نعم، ما دام إنه الأحزاب هي تمثل الشعب فلا بأس. مثلا في بلدي في ملاوي، عندما ننظر إلى الدستور، فهي تقول بأن السياسات التي يمكن المبادرة بها من قبل المكتب الرئاسي يجب أن تعكس الآراء وطموحات الشعب. طالما الأحزاب السياسية يقومون باحتضان مصلحة الشعب فلا يمكن إهمالها، لكن إذا وضعوا سياساتهم الحزبية الذاتية الضيقة في الأولوية فهذا تعارض، فهذا مرفوض. شكرا. شكرا دكتور كوالي. هنالك تعليقات ملاحظات أخرى
حول ما سئل لحد الآن حول الفرق ما بين الديمقراطية المظهرية أو الديمقراطيات التي هي متجذرة بشكل عميق في المؤسسات الحكومية والتي غايتها تمثيل مصالح الشعب بشكل عميق بأقصى درجاتها التي لها المنفعة للعام، والتي هذا يعود بنا إلى بعض الملاحظات الأولية التي ذكرتها والتي نراها على الدردشة. لكني أفهم النقاط التي ذكرتها حول موضوع قوة وأهمية العجلة الديمقراطية وأهميتها الحركية والتي هي كلها جوانب وأعمدة الديمقراطية. دعني أذهب إلى دكتور أميل. وسيد أميل، جاوب حول النقاط الخمسة التي سئلت. شكرا دكتور كيلي للذين طرحوا هذه، وشكرا للذين طرحوا هذه الأسئلة المهمة والتي هي في قلب جوهر هذا الندوة، حيث نتحدث عن المؤسسات الرقابية من ناحية الحكم وإدارة الجوانب القطاعات الأمنية. فالسؤال هي مهمة جدا بصراحة، سأخذ خطوة إلى الوراء كي أجاوب. من ناحية كبرلماني سابق، أنا أصلا في البرلمان الوطني في بوركينا فاسو، هذا السؤال تقدم مشكلة، هي أنه لماذا هنالك افتقار كبير إلى المسؤوليات من قبل البرلمانيين. علينا أن نعرف كما قلت، أن نشخص بأن الرقابة الديمقراطية والفصل ما بين القوى هي الأساس، وهذا يجب من أجل ضمان هذه الإشراف الديمقراطي. إذا هي كفوءة بإمكانها أن تعمل كمقياس بارومتر لدول المنطقة والإقليم، في البرلمان برلمانات البلدان المختلفة تعطى هذا القوة الرقابية من قبل دستور البلد، بإمكانها أن تذهب إلى القواعد العسكرية وأن تعمل دورات، وفي حالات إذا لم يقوموا بها، عندما كنت في البرلمان طول الوقت رأيت القليل منها. فإذا كان لنا هذا الآلية لكن إذا لم نستعملها، وهذا ما يحصل من جانب آخر، وهذا ما يحصل حاليا اليوم كما قلت، التطبيق هي ما نفتقر إليه. فالكثير من البرلمانات الأفريقية يعني مفلسة من الجانب الديمقراطي. لماذا؟ لأنه يعتقدون أنه حالما ينتخبوا فعليهم عندئذ أن يدافعوا عن الحزب الذي ينتمون إليها. عندما تكون في البرلمان عليك أن تدافع عن المصلحة الوطنية وأن تدافع عن كافة المواطنين في البلد وأن تترك الحزبية وكل شيء آخر وكل شيء لها. عليك أن تجد الحلول لكافة المشاكل التي تتكون في البلد، فهذا أدت مع الأسف إلى نتائج محزنة. فنرى المشاكل الإشراف الأمني تظل في الصدارة وبشكل غير محلول. أنا أعتقد أيضا أن البرلمان كي تقوم بعملها هي موضوع الافتقار إلى الثقة ما بين الجانب التنفيذي والتشريعي. فالبرلمان إذا
يفهمون المشاكل الأمنية بشكل جيد، عندئذ يمكنهم أن يستجيبوا بشكل أحسن إلى المشاكل. فلذلك أعتقد أنه من المهم أن نعود إلى الأسس الأساسية، النقاط الثلاثة. يجب أن يكون في الروحية الصحيحة للبرلمانيين، بالإضافة أن يكونوا قادرين على أن يعملوا في ظروف، أن يكونوا قادرين على القيام بعملهم. فالنفسية والاندفاع الروحي هي كثيرا ما تفتقر في قلوبهم. ويمكن أن نقول أن المهارات للبرلمانيين، فهنالك عوائق طبيعية ضدهم. إذا البرلمانيين لا يفهمون المواضيع التي هي المشكلة والسلطة، ويجب أن يكون لديهم السلطة، صلاحية في أن تطبيق مسؤولياتهم وواجباتهم. ومن المهم أيضا للدولة أن توفر للبرلماني القدرة على أن يقوموا بأداء أعمالهم، وأن يكون لديهم المصادر المالية الجيدة للقيام بعملهم. ونعلم أن هذا يمكن أن تحصل، لو حصل هذا فالديمقراطية تكون أقوى، ويكون في حوار متواصل، ويكون في تبادل أكثر للأفكار والمناقشات في البرلمان لعلاج هذه المشاكل. شكرا. شكرا إيميل. وكان إنه يظل لدينا دقيقتين وهنالك أسئلة أخرى. سأطلب سؤال واحد أخير لك يا إيميل. اعتمادا على معلوماتك الشخصية وحول الديمقراطية وأسسها وتقاليدها، والتي عملت عليها، هل يمكنك أن تعلق على موضوع السنغال، قصة السنغال؟ الناس طرحوا السؤال حولها، وهناك السؤال حول الإجراءات لتطوير ما ذكرته. هناك بلدان أخرى أيضا، خاصة فيما يتعلق بالسنغال، حيث المجتمع المدني تم مشاورتها عند تطوير الاستراتيجية الأمنية الوطنية. فهل يمكن أن تعطينا بعض الأمثلة؟ وسننهي الكلمة المقطع هذا بهذا المثال. شكرا جزيلا دكتور كيلي، وشكرا للشخص الذي طرح السؤال حول السنغال. كنت في السنغال قبل شهر، كنت أعطي دورات حول القطاع الأمني والمجتمع المدني، تم تمثيلها للدولة، وطبعا كان لكن نظيم من قبل المجتمع المدني، هذا البرشد العمل التدريبي هذا من قبل إيكواس حول إصلاح القطاع الأمني في السنغال. فهي ليست فقط السنغال بصراحة، فكيب فيردي نفس الشيء، وبلدان أخرى التي لم يكون لها فيها أي تاريخها أي انقلاب عسكري. الافتقار إلى انقلاب عسكري مهم جدا في مسيرة التاريخ، وهذا تعني أنه لهم فلديهم هيئات أمنية مهنية أكثر، لأنه الانقلاب العسكري بصراحة تعريفيا أو انخراط القطاعات الأمنية في المضمار السياسي هي تجعل القطاعات الأمنية غير مهنية. فالسنغال التي لم تحصل في تاريخها انقلاب عسكري، فتظل يعني مهمتها مركزة على دورها الرئيسي، وهذا يعود إلى المهنية ومهنية أفرادها، وهذه عن طريق عمليات حفظ السلام المتواصلة، وظلوا لحد الآن دائما بشكل متواصل غير سياسيين. وهناك مثال أخرى أيضا، لكن من ناحية القوات الأمنية، حالما يصبحون منخرطين في السياسة، عندما يدخلون بأصبع قدمهم إلى السياسة، فهي بداية جعل أو تحولهم الغير مهني.
فهي يعني انزلاق منحدر منزلق وخطر، وهذا يؤثر على السيادة والحكم والسلطة. فهذا رأيي. شكرا يا أمين. فعلى هذه الكلمات الآن سأقول أقدم لكم شكرا جزيلا للمتحدثين الكريمين، شكرا للجمهور المستمعين وكل الذين طرحوا الأسئلة أثناء العروض. كان بالتأكيد في أسئلة أخرى لم نجاب عليها ولم نصل إليها في هذه اللحظة، لكن الذين يمكنهم أن يظلوا معنا لمدة ساعة إضافية سنأخذ استراحة 5 دقائق كي ننهي هذا المقطع والجزء من المحاضرة، كي نشكر المتحدثين ويمكنهم أن يظلوا أيضا ويصغوا إلى باقي الحديث، لكن بعد هذا ال5 دقائق نعود وسنجري حديث مع طبعا مع أن نتذكر أنه كل ما يقال غير قابل للنشر، أرجاء المحافظة على خصوصيات الآراء الصريحة المطروحة في الجلسة. فظلوا معنا أرجوكم، أرفعوا يدكم بالآلية الإلكترونية في الدردشة في الزوم إذا كان لديكم سؤال، وسنحافظ على نحتفظ بكم في غرفة الدردشة حاليا، وسنسكت كل الميكروفونات. فشكرا جزيلا مرة أخرى إلى المتحدثين، شكرا يا أميل وشكرا يا دان.